السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الجميع، مرحبا بكم في القناة، قناتي وقناتكم الموندو دي كريمة جلوتين فري، اللي كتعتني بالناس السيلياكيين وغير السيلياكيين. المهم اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وبغيت نتكلم لكم على هاد العشبة هذه. كيف ما كتشوفوا هنايا كيقولوا لها يعني روزمارينو او اكليل الجبل. انا نقرب لكم هنا الكاميرا باش تشوفوها مزيان. هذه راها زوينه، نايضه عندنا في الجرده، وراها كتقدر يعني متوفره في اي مكان، يعني صحيه بالنسبه للامعاء، بالنسبه للمعده. يعني الانسان اللي حس بواحد الثقل في المعده ولا في الامعاء ديالو، يمكن لي يشرب مشروب من هاد اكليل الجبل، ياخذ منه هكا تقريبا فحال ما هكا ويقطعه، واكيد من بعد ما يغسله ويكب عليه الماء طايب، يكب ويديره في بواحد الابريق ولا كاس ديال الزجاج، ويكب عليه هكا الماء طايب صافي، ويخليه حتى يطلق واحد المده ومن بعد يشربه. راه مزيان ومفيد الصراحه، انا ما كيخطانيش هاد اكليل الجبل. انا كنحتفظ بيه بهذه الطريقه وكنعمله في الاكل، يعني هذا ملي كيكون هكا خضر. يمكن لكم تستعملوه هكا في الاكل، تعملوه هكا مثلا الا بغيتوا تبخروا شويه الخضره ولا شي حاجه، او شي حاجه يعني اناء في القاع ديال الاناء مع المويه، وتخليوه هذاك البخار كيتصاعد وكيعطي المذاق زوين، لا بالنسبه للخضره هكا مبخره ولا بالنسبه للحم ولا بالنسبه للدجاج. هذا عندي كارم، هذا كرمته، يعني كرم غير في الضله البنات. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا دغيا كي يتهرس، انا كنطحنه يعني باش نديرو في مثلا في الباستا ولا في الحوت كنطحنه. غدا نجيب واحد الصفايه هكا وغدا نغربلو، ها هو هنايا طحنته وغدا نغربلو. الصراحه كيجي لذيذ وزوين وصحي، وما تضركم حتى حاجة الا كليتوه عملتوه، يعني ضفتوه هكا مثلا معلقة منه في صلصة الطماطم او في السمك، او هكا في الطويجين مثلا ديال اللحم ولا ديال الدجاج، راه كيجي زوين وكيجي لذيذ. هو في حاله بحال الشكل ديال الزعتر، حتى هو راه مفيد، وكنطيبوه هكا في الاكلات ديالنا. انتوما تحتفظوا بيه في واحد القنينة ديال الزجاج، وراه صحي، وان شاء الله تكون افاده للجميع. وما تنسونيش في الاشتراك في القناه، تفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد، والبارتاج باش تعمل افاده لجميع المشاهدين والمتتبعين قناه الموندو دي كريمه غلوتين فري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.